احنا وصلنا بلاغ على الساعة يمكن 11:30 او 11 في حالة اختناق في ثانوية الجهراء، ويابونا اياهم توتال حالات كان 43 حالة. اختناق ان للأسف البنات كانوا لاعبين بالطفايات الحريق بينهم بين بعض، وصار في اختناق انه داخل الصفوف وكذا. قلت لكم التوتال يابونا اياهم 43 حالة. اطمنكم الحمد لله بناتنا كلهم بخير. اللي اكتشفنا ان البخاخ اللي استعملوه كان فيه بودر، والبودر هذا ليس سام بس مجرد انه يتحسسون منه، فيهيج الأغطية المخاطية عند البنات مثل البلاعيم او الصدر. وتم معالجة كل حالة حسب وضعها. الثلاثة واربعين حالة أقول لكم 42 منهم خلاص مهيئين يروحون البيت بعد متابعتهم إن شاء الله بعد ساعة، بس حالة واحدة منهم هي راح تدخل عندنا المستشفى، لأن أصلاً هي عندها صداع نصفي مزمن من قبل، فقاعدة تشتكي من الصداع حالياً، فقلنا نتابعها. تم وضع مكان للحدث وفرز الحالات المرضية، وتم معالجة وعلاج أغلب الطلبة في الموقع، وإرسال حالات اللي تحتاج إلى نقل، وعلاج الحالات اللي بسيطة عالجناها في موقع الحدث نفسه.